لم تبدأ نكبة 48 قبل 60 عاما، بدأت سياسياً قبل أكثر من 200 عام. عام 1799 استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون، فاتجه تفكيره الاستعماري ضد توسع بريطانيا ووجه نداءً إلى يهود العالم. أيها الإسرائيليون، انهضوا، فهذه هي اللحظة المناسبة. إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل. سارعوا للمطالبة باستعادة مكانتكم بين شعوب العالم. تحول نداء نابليون إلى خبر رئيس في الصحف الفرنسية. هزم نابليون ولم يبق من ذكراه في عكا سوى مجسم يقف على تلة سميت باسمه. لكن فكرة نابليون بإنشاء وجود يهودي في المنطقة لم تمت. بعد 40 عاماً أعادت بريطانيا الفكرة لترد على محاولة محمد علي توحيد مصر وسوريا. عام 1840 كتب وزير الخارجية البريطاني بالمرستون إلى سفيره في اسطنبول: عليك أن تقنع السلطان وحاشيته بأن الحكومة الإنجليزية ترى أن الوقت أصبح مناسباً لفتح فلسطين أمام هجرة اليهود. لم يزد عدد اليهود في فلسطين آنذاك عن 3000. استجاب اليهود للمبادرة البريطانية، وكان من الأوائل البارون الثري إدموند روتشيلد. زار فلسطين 4 مرات للاطلاع على فرص الاستثمار فيها، ومول بأكثر من 14 مليون فرنك إنشاء 30 مستعمرة يهودية، من أهمها مستعمرة ريشون لتسيون. التي رفعت هذا العلم الخاص بها عام 1885 بينما فلسطين تحت الحكم العثماني. اليوم يرقد رفات البارون روتشيلد في ضريح قرب حيفا يزوره الأطفال الإسرائيليون ليتعلموا عن ثري دعم إسرائيل قبل أكثر من 100 عام. عام 1885 ظهر لأول مرة مصطلح الحركة الصهيونية على يد الكاتب النمساوي ناتان بينباوم. هدف الحركة الاستيطان في فلسطين، والصهيونية مشتقة من كلمة صهيون إحدى تلال القدس. طبعا كان في طائفة يهودية في البلاد تحت الحكم العثماني، بس هذا ما كانوا صهاينة، هم كانوا يهود محليين. أما اليهود اللي أجوا من أوروبا، خصوصاً من شرق أوروبا هذيك الوقت في أواخر القرن 19، كان بدهم يبنوا صهيوني يهودي جديد. عام 1896 نشر الصحفي الصهيوني تيودور هيرتزل كتابه الدولة اليهودية باللغة الألمانية. لكن يهود أوروبا كانوا يجدون حلمهم في الهجرة إلى أمريكا. هذا ما جعل الطبيب ماكس نوردو الساعد الأيمن لهيرتزل يرسل 2 من كبار رجال الدين اليهود إلى فلسطين. أرسلا جواباً من سطر واحد جاء فيه: العروس جميلة جداً ومستوفية لجميع الشروط، ولكنها متزوجة فعلاً. وفهم نوردو أن المقصود أن فلسطين ليست كما ذكر هيرتزل أرضاً بلا شعب، وأن فيها شعباً يسكنها منذ آلاف السنين. في صيف العام التالي شارك نوردو وبينباوم تحت رئاسة هيرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل السويسرية. تبنى المؤتمر برنامج تأسيس وطن معترف به للشعب اليهودي في فلسطين. إنما هيرتزل بدأ يدعو رسمياً وعلناً لإقامة هذا الكيان، وثانياً اتصال بدول العالم الكبرى آنذاك في أوروبا بشكل خاص حتى تحمي واحدة منها تحمي هذا الكيان. ف
فهذا هو أبو الدولة الصهيونية ما في شك، لكنه ليس مبدع الفكر الصهيوني. عادة الدول الكبرى هذه تكون بينها تنافس مصالح، يعني كيف استطاعت الدول الأربع الكبرى في ذلك الوقت يعني أن تدعم كلها فكرة الصهيونية؟ هو معقد مؤتمر لهذه الدول معا واتفقت الدول على دعمه. هو كان يثير التنافس بين دولة وأخرى، كان يكذب على دولة أنه أنا سأكون معكم إذا أسستم دولة إسرائيل ضد الدول الأخرى، أنا أؤمن مصالحكم على حساب مصالح الدول الأخرى. أكدت إنجلترا على مصلحتها في قيام دولة يهودية عندما صرح رئيس وزرائها كامبل بانرمان بأنه من المهم إقامة حاجز قوي وغريب على الجسر الذي يربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر، وأضاف: يتعين علينا أن نضع في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة معادية لأهل البلد وصديقة للدول الأوروبية، بحيث أن هذا الجسم يكون معتمد على الاستعمار الغربي ويعتمد على الأوروبيين. هذا الجسم ضمان بقاؤه أن يكون ما حوله ضعيفاً. في كمان فكر عند الأوروبيين أنه اليهود مقربين لهم أكثر من العرب، وإذا تكون هون دولة يهودية بيكون أفضل إلهم. عام 1907 توجه إلى فلسطين لأول مرة عالم الكيمياء البريطاني وعضو الحركة الصهيونية العالمية حييم وايزمان ليؤسس شركة تطوير أراضي فلسطين في يافا بدعم من عائلة روتشيلد. كان الهدف شراء أراضي فلسطين بطريقة منظمة. بعد 3 أعوام صفقة هامة تتحقق، اشترى الصندوق القومي اليهودي أكثر من 200,000 دونم في سهل مرج بن عامر شمال فلسطين. كان البائع عائلة سرسق اللبنانية المقيمة في أوروبا والتي اشترت الأرض مسبقاً من ضباط عثمانيين. اشترطت الصفقة إخلاء الأراضي من آلاف الفلاحين المقيمين عليها. أكثر من 60,000 فلسطيني في منطقة مرج بن عامر. إذا كانت النكبة تعني ترحيل الإنسان الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على أرضه في القوة ضمن هذول المركبين، فحقيقة النكبة بدأت عشرات السنين قبل 1948. إنه نوع أسوأ من الاستعمار مقارنة بالاستعمار الأوروبي المحود، لأن الهدف لم يكن استغلال أهل البلد بل طردهم. من اللحظة الأولى التي استهدفت الحركة الصهيونية فلسطين كمكان لدولة يهودية مستقلة، كان من الواضح أن هناك فلسطينيين على هذه الأرض. لقد اقتنع الصهاينة بفكرة أن السبيل الوحيد لجعل فلسطين دولة يهودية هي حمل الفلسطينيين على الرحيل. إخلاء الفلاحين هو تطبيق للمبدأين، من ناحية الاستيلاء على الأرض تسمى تهويد الأرض، وثانيا العمل العبري وهو الاستعادة عن فلاحين عرب بيهود إما من شرق أوروبا، وفي حالات أخرى عندما قل العدد استعانوا بيهود من اليمن. وتم تأسيس الحرس اليهودي هاشومير لحراسة المستعمرات اليهودية. وتظاهر اليهود للمطالبة بالاعتراف باللغة العبرية في ظل الدولة العثمانية. العربي والفلسطيني كان واعي من اليوم الأول لمفهوم الصهيونية. هي حركة عنصرية تبحث عن رأس مال لاستعمار أرض وتوظيف البعد الديني لجعلها وطن لمن تبقى منها يهود العالم في هوية وكيان ومستقبل سياسي. هذا الوعي كان واضح جدا عن نجيب عزوري، كان واضح جدا عن نجيب نصار. أصدر الصيدلاني نجيب نصار صحيفة الكرمل في حيفا بهدف التحذير من مطامع الصهيونية، وكان يؤكد أن الدولة اليهودية ستكون خنجرا ساما في خاصرة العرب. كانت الكرمل صحيفة صغيرة يعمل فيها نجيب نصار وزوجته سافج بهائي. لم يسلم نصار من قمع الأتراك فسجن ولوحق وحورب.
خلال الحرب البريطانية كان يفكروا عن الموقع يعني فلسطين على قرب من قناة السويس ودور بريطانيا في مصر أنذاك، كان يدل على دور خاص لبريطانيا في فلسطين، ورأوا في اليهود وفي الحركة الصهيونية شريك في أمر استراتيجي استعماري. عام 1915 قدمت لمجلس الوزراء البريطاني مذكرة سرية بعنوان مستقبل فلسطين، كتبها أول صهيوني يهودي يصل لمنصب وزير بريطاني هربرت سامويل. جاء في الوثيقة: الوقت الحاضر ليس مناسبا لإنشاء دولة يهودية مستقلة، لذا يجب أن توضع فلسطين بعد الحرب تحت السيطرة البريطانية لتعطي تسهيلات للمنظمات اليهودية لشراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتنظيم الهجرة، وعلينا أن نزرع بين المحمديين 3 إلى 4 ملايين يهودي أوروبي. تم الأخذ بتوصية سامويل في الاتفاقية السرية التي جمعت بريطانيا وفرنسا لتقسيم سوريا الكبرى. عرفت الاتفاقية باسم مهندسيها البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو. وضعت اتفاقية سايكس بيكو فلسطين تحت سيادة مشتركة للحلفاء لإعدادها للدولة اليهودية. إحنا لو جزء من أرض الشام، ما إحنا من جزء من فلسطين، جزء من الشام. إحنا اللي قسمناها. مش سايس بيكو قرفنا الإنجليز وحكينا عنهم سايس بيكو وغيرها، بس لازم نعرف هذا الحكي إنه اللي قسم أرضنا خطط عشان يتبنى لها. كان سايكس صديقاً مقرباً لحييم وايزمان، وقد تبادلا عدة مراسلات قبل توقيع اتفاقية سايكس بيكو أوضحت دعم سايكس للحركة الصهيونية. بعد عام واحد وافق مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ديفيد لويد جورج على إصدار وعد بريطاني لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كتب الوعد على صيغة رسالة وزير الخارجية آرثر بلفور إلى اللورد الصهيوني ليونيل وولتر روتشيلد. بلفور كان يمثل الحكومة البريطانية، ولما كتب رسالته إلى لورد روتشيلد كان يكتب باسم الحكومة البريطانية. روتشيلد كان يلعب دور شخصي لوبي ليشجع الحكومة البريطانية أن تأخذ سياسة معينة بالنسبة إلى دور اليهود في فلسطين، فكان يمثل الحركة الصهيونية، ووراء كلهم خاين فايزمان اللي كان المسؤول بالنسبة للWorld Zionist Organization أو المنظمة الدولية الصهيونية، واللي شارك في صياغة الوعد يعني. نعم. لم يكن لبريطانيا حق أخلاقي أو سياسي أو قانوني يخول لها أن تعد بإعطاء أرض هي ملك للعرب إلى أناس آخرين. كان وعد بلفور غير أخلاقي وغير قانوني. بعد شهر من وعد بلفور احتفل في لندن بالإنجاز الصهيوني، وتحدث في الاحتفال اللورد روتشيلد وهربرت سامويل ومارك سايكس وحييم وايزمان. بعدها بأيام احتل الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند ألمبي القدس. دخل مع جيش ألمبي فيلق يهودي تم تدريبه بتوجيه من وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل. كان أحد أعضاء هذا الفيلق وجها نعرفه جيدا بعد ذلك، ديفيد بنغوريون. كان مع الفيلق أيضا زييف جابوتنسكي وإدوين سامويل ابن هربرت سامويل ونحمي رابين والد إسحاق رابين.
في غضون شهر استقبل ألمبي في القدس صديقه الحميم حييم وايزمان. كان عدد اليهود في فلسطين 50,000 مقابل 500,000 عربي، أي شكل اليهود أقل من عشر السكان. مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وأثناء الإعداد لمؤتمر السلام في باريس، أرسل الرئيس الأمريكي ويلسون لجنة برئاسة الأكاديمي الدكتور هنري كينغ والسياسي تشارلز كرين إلى الشرق الأوسط لدراسة الوضع. قدما تقريراً جاء في توصياته: إذا أردنا تطبيق مبادئ العدالة الأمريكية، فإن أماني الشعب الفلسطيني هي التي يجب أن تقرر مستقبل فلسطين. إن 19 السكان في فلسطين يعارضون برنامج الصهيونية، وهذا الشعور عام في جميع سوريا. لقد أكد كل مسؤول بريطاني قابلناه أن برنامج الصهيونية لا يمكن تنفيذه إلا بقوة السلاح، وأن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 50,000 جندي للبدء بتنفيذ هذا البرنامج. وهذا بحد ذاته دليل على ظلم برنامج الصهيونية. وبناء على كل ما سبق، نوصي بالتخلي عن مشروع جعل فلسطين كومنولث يهوديا. لم يجد تقرير كينغ كرين آذانا صاغية. شارك في مؤتمر السلام عن بريطانيا ديفيد لوي جورج وآرثر بلفور، وترأس الوفد الصهيوني حييم وايزمان ليعرض خريطة توضح مساحة الوطن القومي لليهود. كانت تشمل فلسطين وغور شرق الأردن وجنوب لبنان، وصولاً إلى صيدا وصور وكذلك القنيطرة السورية، بحدود تسير بمحاذاة خط سكة الحديد الحجازية. في المؤتمر أحاط ألمبي وديفيد لوي جورج بالأمير فيصل بن الحسين، ووقع وايزمان مع فيصل اتفاقية عرفت باسم فيصل وايزمان. لكن مهندسها الحقيقي كان الكولونيل البريطاني توماس إدوارد لورانس المعروف بلورانس العرب. وقع فيصل لكنه تحفظ بخطه أن الاتفاقية لن تتم إلا إذا نالت العرب استقلالها. الحركة الصهيونية من 1919 تقريبا فهموا أنه التركيز على السياسة الخارجية ما بكفي. يعني مضبوط إلنا علاقات كتير كويسة في لندن، في إلنا مكتب في نيويورك أو واشنطن، وإلنا ناس في برلين وفي باريس وإلى آخره، بس إحنا فيهم ناس وإحنا لازم أو نتفق معهم بس نجي لإشي معهم، لازم نأخذهم بعين الاعتبار على الأقل. و 1919 أسسوا مركز استخباري للحركة الصهيونية 1919. وكانوا ناس، يعني أنا ذكرت إنه كان في علاقات في كتير من المناطق، علاقات منيحة بين اليهود والعرب، وكان في يهود كانوا الجيل الثاني هون، يعني إذا أبوهم إجا لهون في 84 1884 86، هم من خلقوا هون ولدوا هون، وكانوا يحكوا عربي ويركبوا فرسان ويروحوا عند العرب، وكان عندهم أصحاب عرب وصاروا يلموا معلومات. وشو المعلومات؟ معلومات من نوع واحد، معلومات سياسية. شو الرأي العام؟ هل بدهم يوافقوا مع المشروع الصهيوني أو لا؟ وين في أراضي فاضية؟ وين في ناس ممكن يبيعوا أراضي لليهود؟ هذا كان الإشي الثاني. حكي الثالث منقدر نقول كان إذا في خطة لمهاجمة يهود بمنطقة معينة، يكون واحد يقول لك يعني جماعة قعدوا عندنا وحكوا بكرة بدنا نروح عند مستوطنة معينة ومع برودة، هو يروح يحكي لأصحابه اليهود. عام 1920 عين أول حاكم بريطاني لفلسطين، ووقع اختيار الحكومة البريطانية لمنصب المندوب السامي البريطاني على اليهود الصهيوني هربرت سيموئيل. جاء سيموئيل ليطبق ما اقترحه قبل ذلك بخمسة أعوام، وهو تهيئة فلسطين لتكون دولة يهودية. كان سيموئيل صديقاً لألمبي
وتدل مراسلاتهما على تفاهم كامل على الدور البريطاني. كانت المادة الثانية من بنود صك الانتداب البريطاني الذي صادقت عليه عصبة الأمم تنص على تكليف بريطانيا بوضع البلاد في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تسمح بإنشاء الوطن القومي اليهودي. ومنذ اليوم الأول اعتبر سموئيل العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والإنجليزية، وأضيف إلى كلمة فلسطين بالعبرية الحرفان ألف وياء كرمز لكلمتي إيرت إسرائيل أي أرض إسرائيل. هيربرت سامويل تحت إشراف الانتداب البريطاني هو الذي خلق إسرائيل قانوناً، وضع القوانين حوالي 100 قانون لكي يمكن تسريب الأراضي العربية إلى يد اليهود. ثانياً سمح لليهود بأن يكون لهم نظام تعليم منفصل عن نظام حكومة فلسطين، وبنوا أيضاً نواة وزارة الطاقة لأنه عمل محطات كهرباء لهم، وأيضاً وزارة الأشغال ووزارة المياه. وأهم ما عمله الإنجليز أن سمحوا لهم بأن يكون لهم جيش منفصل. أنا أتكلم عن 1920. وهربرت سامويل وهو نفسه بيقول أنا سوف أعمل على تطبيق روح تصريح بلفور. بن غوريون يقول عنه أنه اليهود الصالح، وايزمان يقول نحن الذين عيناه وايزمان. لقد وفرت لهم بريطانيا الوسيلة للهجرة، وما كانوا ليستطيعوا الهجرة لولا الوجود البريطاني. فالمعركة الحاسمة في المراحل الأولى كانت إدخال اليهود إلى فلسطين والاستحواذ على الأرض. لم يكن لليهود أن يفعلوا ذلك دون رعاية من الحكومات البريطانية. الانتداب البريطاني أخذ أهم شيء البشاع والمتروكة والمملوكة للحاكم وملكها الحركة الصهيونية في مستوطنات فورا. السلطة البريطانية كانت تعطي منح أراضي لليهود حتى يسوي الكبوتسات وهالشغلات هاي كلها، وإحنا نشوف هالأشياء مش ما نشوفها لكن ما نوعهاش. يعني أنا في جيلي في هذا الوقت وحموا الوكالة اليهودية التي كانت شبه حكومة لليهود أيام الانتداب، وأعطوها كل المساعدات العسكرية والمادية وساعدوا على إخفاء نفسها، فهي مهارة صهيونية مؤامرة بريطانية وإلى حد ما وآسف أن أقول غباء أو بساطة عربية فلسطينية. ومع التحيز البريطاني لليهود وازدياد عدد الفلاحين المطرودين من الأراضي الزراعية، بدأت مجموعات من الثوار في الظهور في المناطق الريفية، ونظمت مظاهرات حاشدة ضد هجرة الصهاينة عام 21. كانت القيادة السياسية الفلسطينية قيادة تقليدية قائمة على توارث مناصب الزعماء، فمفتي القدس أمين الحسيني ورث هذا المنصب وعمره 25 عاما بعد وفاة أخيه كامل الذي خلف والده طاهر الحسيني مفتي القدس. وتوجهت هذه القيادة منذ أوائل العشرينات في وفود متتالية إلى لندن لبحث القضية الفلسطينية. الحركة الوطنية الفلسطينية في كل الوقت كانت تعمل على أن تجمع الصيف والشتاء تحت سقف واحد، الحفاظ على صداقة بريطانيا في جانب ومعاداة الحركة الصهيونية في جانب آخر، وهذا لا يمكن أن يستقيم. نخبة دقيقة جدا، رقيقة جدا بالعدد يعني وبالتعليم، تقابل نخبة إمبراطوريات. يعني اليهود في بداية القرن العشرين نخب إمبراطوريات، نخب إمبراطوريات فعلا. يعني تقريبا في كل منطقة وكل لقاء، لقاء للمؤسسات الفلسطينية اللي أسست هذيك الفترة، اللي مثلا اللجنة المسيحية المسلمية وكل المؤسسات والمجلس الإسلامي على والهيئة الإسلامية، كل المؤسسات بعد كم من ساعة من الجلسة
كان في تكرير لليهود هيك وهيك حكوا هذا رأيه هيك وهذا ممكن تشتغلوا معه وهذا عدو لكم وهذا ممكن تشتغلوا بالمال وإلى آخره وتكرير يعني موجودة بالأرشيف الصهيوني. على الأرض تواصل العمل لتحقيق هدف الانتداب البريطاني، وجاء في تقرير حكومة بريطانيا إلى مجلس عصبة الأمم عن إنجازات الانتداب خلال عام 1925 أنه قد تم. أولاً، تسهيل هجرة 33,801 يهودي ومنحهم الجنسية الفلسطينية، أي 3 أضعاف عدد العام السابق. ثانياً، إنشاء 13 مستوطنة جديدة. ثالثاً، تنظيم الهستدروت كنقابة للعمال اليهود بإدارة ديفيد بنغوريون. رابعاً، منح البلدة اليهودية تل أبيب استقلالاً محلياً. خامساً، الافتتاح الرسمي للجامعة العبرية بحضور الجنرال إدموند ألمبي والحاكم هربرت سموئل وضيف الشرف آرثر بلفور ورئيس المنظمة الصهيونية العالمية حييم وايزمان. وحل بلفور ضيفاً على وايزمان وزار عدداً من المستعمرات اليهودية. التقى في القدس سموئل وبلفور وألمبي لتحديد الخطوة القادمة. أضرب الفلسطينيون ورفعوا الأعلام السود ووصفوا زيارة بلفور بالمشؤومة. الصورة المشهورة بتلاقي سيدة من الخليل حاطة 3 حجابات، سيدة في القدس حاطة حجاب واحد معظم وجهها مبين تحت الحجاب، والوطنية المسيحية فيش حجاب وماشيين مع بعض وراحوا على بيت المندوب السامي واحتجوا واعترضوا. بالمقابل هنأ وايزمان سموئل بما تحقق، وكرمت المنظمة الصهيونية سموئل عام 25 لإنهائه المرحلة الأولى من تأسيس الوطن القومي اليهودي. كانت الحركة الصهيونية تعرض أفلاماً دعائية في كل العالم، منها هذا الفيلم الموجه للناطقين بالفرنسية يظهر اسم أرض إسرائيل على خارطة فلسطين ويوضح مواقع الأراضي التي تدعي الصهيونية أنها حصلت عليها حتى عام 25. كما يظهر مخطط الصهيونية للحصول على الأراضي في الأعوام 25 التالية. في صيف عام 29 نظمت الوكالة اليهودية تجمعاً صهيونياً للصلاة عند حائط البراق للمطالبة بإعادة بناء الهيكل، فقامت ثورة شعبية سميت ثورة البراق، أطلقها فلاح فلسطيني من قرية المزار قضاء جنين هو فرحان السعدي. أصدر المندوب السامي البريطاني جون روبرت تشانسلر بياناً شديد اللهجة جاء فيه أنه سيوقع القصاص الصارم بمن اشترك في الثورة. اعتقل السعدي مع العشرات وكان منهم. من صفد خريج الجامعة الأمريكية في بيروت فؤاد حسن حجازي، ومن الخليل عطاء أحمد الزير، ومحمد خليل جمجوم الذي لم نعثر على صورة له. هنا في سجن القلعة بعكا سجن حجازي والزير وجمجوم وحكم عليهم بالإعدام. طالب الحكام العرب بتخفيف الحكم عنهم، لكن السلطات البريطانية في 17 يونيو لعام 30 نفذت حكم الإعدام. ما زالت قبور الشهداء الثلاثة في عكا، ونقرأ في وصيتهم: ولنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك وأمراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة ألا يثقوا بالأجانب، وباسم العرب نحيا وباسم العرب نموت. سجن عكا وطلعت يا نازي، محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي عليه يا شعبي جازي، مندوب السامي وربع عمره. يا
خلال 10 سنوات من الانتداب تضاعف عدد اليهود أكثر من 3 مرات ليصل إلى 175,000، وافتخر الصهاينة في العالم بإنجازهم. I am here today to ask you, my fellow Zionists, which attitude shall we take? Which of the possible attitudes that we face shall be our own? I would say to England, though I am only an American Jew, but an old-time reverencing admirer of Great Britain, I would say to England, if I could, an Arab Palestine is a threat to Great Britain and a menace to the world. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing to the world. Ladies and gentlemen, the toast is health and long life to the Right Honourable Lloyd George. كان ديفيد لوي جورج مع تصفيق وايزمان له يعمل لنقل ملكية فلسطين إلى الصهيونية. It is as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine. Barren and malarial swamps have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation. Without vegetation and without life, empty desolation. هكذا كانت تصور فلسطين في أوروبا، وهكذا هي فلسطين في الثلاثينات. الزرع ومعنة الله، معنة الله إنه ما بكيت تعرف تمشي فيه هيك. الزرع، الخضرة، تصير فيها تطلع الصبح تروحي على المكساء تحدي ريحة الخضرة تفحفح، نوارها الخيار، نوارها الفقوس، هالبندورة، ها الحبة، عيفة في الشي بعد عيفة بتذكرها 100%. إم الدنيا بقت عيفة. بالنسبة لي طبعا هي أجمل مدينة، بل أجمل مكان في العالم. المسيح لم يقم في مدينة طبرية، إنما أقام حول المدينة، فيها عمل معظم معجزاته على مياه يامشا. كان ديفيد لوي جورج وبلفور وتشيرشل وصموئيل حريصين على تسمية الفلسطينيين بلقب المحمديين. لم يعتبروا الفلسطينيين منتمين لمجموعة قومية عربية أو لمجموعات وطنية محلية، ولم يروا فيهم سوى مجموعة دينية. لقد تجاهلوا مثلا أن المسيحيين والمسلمين في فلسطين كونوا هوية جديدة، ليست هوية دينية وإنما قومية.
حالة المسيحيين الشرقيين غير موجودة. هنالك مأزق لدى الاستعمار عندما يستخدم الثيولوجيا المسيحية في الرؤية المنطقة والشرق الأوسط اللي أدت إلى تبني الصهيونية فيما بعد، مأزق في التعامل مع المسيحية الشرقية. يعني هذه تشكل مش موجودة في عالمه، ولذلك يحاول أنه ينكر وجودها أصلا، يعني لأنه مجرد وجودها بتربك كل الصورة. عام 33 تصاعدت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في فلسطين، وشاركت النساء مع الرجال. قمع البريطانيون المظاهرات واعتقل الآلاف. سقط كثير من الجرحى والشهداء، حتى موسى كاظم الحسيني رئيس بلدية القدس سابقا، ضربه الجنود البريطانيون وهو في 80 من العمر في مظاهرة بالقدس، وتوفي متأثرا بجراحه. كتب الشرطي الفلسطيني محسن توفيق يحتج على رئيسه الضابط البريطاني جورج فارادي الذي أطلق 25 رصاصة باتجاه الفلسطينيين المتظاهرين في يافا. وجهت عدة احتجاجات ضد فارادي. كان رد الحكومة البريطانية بعد 4 سنوات من هذه الأحداث منح فارادي وسام الشرطة الملكي مع إشادة بدوره في فلسطين. عدم رغبة بريطانيا بمنح المطالب الوطنية للشعب الفلسطيني وعدم رؤيتها للشعب الفلسطيني كمجموعة قومية وطنية ذات حقوق ومعاملتها على أساس إنها طوائف أدى في حين عاملت الوكالة اليهودية على أساس أنها ممثلة لمجموعة قومية، كل هذا مجتمعا أدى إلى تفاقم الوضع والصدام مع بريطانيا. لا يتوفر في الأرشيف غير صور ثابتة لبعض المظاهرات الفلسطينية وتنعدم الصور المتحركة، بينما صورت كاميرات السينما كافة الأنشطة الصهيونية والبريطانية. تل أبيب ترفع أواسط الثلاثينات العلم الصهيوني، وتصدير القطن والألماس من المصانع اليهودية، والهجرة اليهودية، وبناء المستوطنات. كان من أهم تحديات هذا العمل أن نجد الصور الأرشيفية التي حاولت الدعاية الصهيونية محوها. استغرق الأمر أشهراً من البحث في الأرشيف البريطاني هنا في لندن لنجد بالصوت والصورة بعضاً من الحقيقة المغيبة. Thank you.
معظم الفلسطينيين مثقفين وقادة وصحفيين كانوا ما يزالون غير واعين لمدى تصميم الحركة الصهيونية على إخراجهم من فلسطين. تكشف الأرقام عن تزايد أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين من 4000 عام 31 إلى 9500 في العام التالي، ثم إلى 30000 عام 33 ف42 عام 34 حتى وصل ذروته إلى 62000 عام 35. في نفس العام ألقى الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود قصيدة أمام الأمير سعود بن عبد العزيز عندما جاء لزيارة القدس، قال فيها: المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ هذه الأراضي عم بتروح، الوعد عم ينفذ، غياب أي تفاعل معها من الحكم البريطاني، في قمع وفي بطش وفي قوانين رهيبة في الحكم البريطاني لحد اليوم إسرائيل عم بتطبقها بالاعتقالات وفي الإبعاد وفي البطش. اتحرك من 35 عز الدين القسام. الشهيد عز الدين القسام يمثل حالة في الثلاثينات، حالة بأنه في بعدها العربي للقضية، بأنه جاء من سوريا في البعد الديني للقضية، ويعني بارتباطه بالمسجد، بعملية تنظيمه، بعناده في المقاومة، في إصراره على مقاومة المحتل. عندما أرسل القسام للقيادة الفلسطينية في القدس ليستشيرهم في الثورة، قالوا أنه نحن الوقت غير مناسب لإعلان ثورة، الشعب غير ناضج لإعلان الثورة، وقالوا أيضا أننا ما زلنا نحن نراهن على إمكانية الحصول على حقوقنا من خلال المفاوضات السياسية. وحال إعلان الشيخ عز الدين القسام الثورة المسلحة، حاصره الجيش البريطاني في كمين في أحراج يعبد قرب جنين، وقصفوا مجموعته بالطائرات والمدافع، واستشهد مع رفيقيه يوسف الزيباوي وسيد حنفي عطية. حركة القسام لم تحظى بالاهتمام الكثير من جانب المؤرخين، ولا نعرف عنها الكثير بسبب الغموض التي اكتنفها، وبسبب الحرص الشديد للشيخ عز الدين القسام على سرية العمل وعدم إطلاع الكثيرين إلا الصفوة الصغيرة من طلابه. امتدت روح عز الدين القسام في الوسط الفلسطيني، وتأثر بها كثير من الفلسطينيين، فبدأت مشاعر الانقلاب أو التمرد على الاستعمار البريطاني تظهر في صفوف الشعب الفلسطيني. وتعرضت القيادة السياسية الفلسطينية لضغوط لوقف الحوار مع الإنجليز، حتى أن الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان كتب متوجها للقيادة عام 35: أنتم المخلصون للوطنية، أنتم الحاملون عبء القضية، في يدينا بقية من بلاد، فاستريحوا كي لا تطير البقية. بدأ الإضراب في يافا، بحرية يافا، 19 نيسان 1936. القيادة الفلسطينية، الأحزاب الفلسطينية، احنا قلنا القيادة الحركة الوطنية الفلسطينية كانت منقسمة إلى أحزاب تقوم على أرضية التناحر العالي. الأحزاب الفلسطينية الستة شكلت قيادة اللجنة العربية العليا في 25 نيسان 1939، بعد 6 أيام من الإضراب، حتى تقود الثورة، وقضت الثورة فعلا. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which if continued will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. Against all principle, the British government imposed the Balfour Declaration, which is abhorred by all Arabs in the Near East, and on favoring the establishment of a national home for Jews, forgot intentionally to safeguard the civil rights of the non-Jewish population. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. لما صار الإضراب اللي هو من أعظم الإضرابات في التاريخ، إضراب 36، كل فلسطين أضربت، وهذه جاءت نتيجة النضالات اللي صارت في السابق في مواجهة الانتداب، حكم الانتداب وتحيز الانتداب مع اليهود
وتمكينهم من تسهيل الأمور عليهم في كل شيء. كان إضراباً هز الانتداب البريطاني، فاتخذ إجراءات عقابية صارمة باعتقال كل من يشتبه بعلاقته بالثوار وتفجير منازلهم. هدم أكثر من 200 منزل في يافا وحدها كتنكيل جماعي، وتلتها مدن وقرى أخرى. وأصر البريطانيون على أن هدم المنازل عمل مبرر للقضاء على الثورة. شو بتتذكر عن الإنجليز بالبلد؟ شو كانوا يعملوا؟ الإنجليز حطوا مخيع، حطوا مين؟ حطوا المركز من هذا على الطريق. مين ما فات؟ خالي ماخذ الشغيل تبعه، فاهمي؟ قالوا له فوت انت والشغيل تبعك، بدك تكنس المركز. قال له انا ماخذ شغيلتي. ضربوه للريمون، اسمه ريمون الضابط، تموني قتلوه لمات. اخذناه عمل عملية على حيفا في مستشفى حمزي، فاهم؟ قريم بهذا اللي هذا، لا قالوا من الضرب هون مديل السحم رايح زايب ومات. باكل له البونة. شو يعملوا؟ ايه يقتلوا الزلام ويأخذوهم على السجن على تركر، على شرشور هذا البلد، ولا شرشور هذا عند بنيامين هاي، يحبسوهم هناك شهر شهرين وشغلوهم في المحاجر، شغل الشاقة، وجبوهم هان على نور شمس على المحاجر شغل الشاقة. إذا بتقري مذكرات بن غوريون كان يتحدى مفاوض العربي في قمة الثورة، في قمة 36، في جلساته مع موسى العلمي اللي رتبها واكهوب المندوب السامي، قال له إحنا إلنا حضور فعلي، لا يستطيع الغربي ببريطانيا أن تقول لنا لا، من أنتم في بريطانيا؟ أثناء الإضراب بحث ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية مع المندوب السامي البريطاني آرثر واكهوب إمكانية توطين الفلاحين الفلسطينيين الذين يتم طردهم من أراضي المستعمرات اليهودية في شرق الأردن، فأجابه إنها فكرة جيدة.